اي كاسير ايراني ضل حدا ما اخذ حسابه؟ لا كله اخذ. حلو، يعني كلهم طلعوا ممنونين؟ ايه كل يعني الشركة كلها طلعوا من هون ممنونين للعمال؟ اكيد. يعني انا ما بدي عامل يطلع من عندي ويقول والله شركة ديمو فيها مشاكل وما عم يعطوا رواتب، صح؟ لا 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 كله ممنون. اكيد. حلو، تروح هذا بخبر اليوم كل اللي اجتمعوا يدخلوا عندي واحد واحد في لهم عندي مكافأة. مكافأة؟ يعني ماشي خمس دقايق لما بجيب اللعنة. تمام، واحد واحد يدخل، خلي يدق الباب يدخل واحد عم. ماشي يلا خول اللي يدخل. تفضل تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا حبيبي. ايه معلم. مبروك. تفضل سريع. انا خصصت لكم مكافأة لكم. حلو. المكافأة هي كالتالي. قدامك هي المبلغ، قدامك الصحف الشريف، اختار واحد منهم واعتبره مكافأة اللي يعني انت شو بحاجة لك، انت اي منهم بحاجتك. تفضل تفضل. اخترت مكافأة المال. ايه تمام. هذا المؤخذ يعني في منه عندي بالبيت، هذا ايش بفيد؟ حلو، مو مشكلة، بما انه في عندك منك بالبيت انت اخترت مكافأتك المال. ايه تمام. هذول كلهم لي؟ لا، هي مكافأة من الشغل على تعبك ومجهودك. الله يوفقك ويعطيك العافية. هذول أكثر من جويتي وبشري. يعطيك العافية. أحلى مساحة. يعطيك العافية يا عمي، الله يرزقك، الله يخليك، الله يخليك يوم إياك يا عمي. يوم الاثنين تنزل بكير، تمام؟ ماشي. يعطيك ألف عافية. أحلى مساحة. الله يرزقك يا عمي، الله يرزقك. بس نادي اللي بعدك خليه يفوت. أمين لكاسر لأبو عزاب. اللي بعدك، مين في بعدك معلش يلا. خول خول. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك معلم؟ تفضل سريع. تفضل حبيبي البيع فادي، الله يعطيك. ان شاء الله ممنون. الله يعطيك. الله يعطيك عافية. اليوم تعبتوا معنا، الله يعطيك العافية. هذا الفوز فادي، انا هلا خصصت لكم مكافأة. حلو. لكل لعبكم مكافأتك هي اخوي القرآن الكريم او مبلغ من المال، اختار انت اي منهم بترغب فيه اكثر. طبعا المصاري. يعني انت بتحتاج مصاري اكثر من القران. لانه انا بحاجه للمصاري. طيب تفضل، هي مبلغ المال مكافأة. ماشي، الله يوفقك، الله يرزقك. ما احتجت القران؟ لا القران لا موجود عندي بالبيت. طيب اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله نكون يعني مبسوطين مع بعض. الحمد لله مبسوط وممنون كثير على الشغل. اهلا وسهلا. الله يرزقك. الله يسلمك. الثاني لا تطورش. ماشي. بس بعث لي بعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسبي الله ونعم الوكيل. أغلب الناس اختارت المال. زينة الحياة فعلا. اللي بعده. تفضل تفضل. يا معلم. أهلا وسهلا. إيه كاسر حبيبي. ايوه قلت لك على المكافأة خصصناها، هلا انت عليك تختار القرآن او المال. تفضل. والله انا اكيد بشرفني اني اخذ القرآن الكريم، بس والله ما بعرف اقرا يعني الصراحة. بس يعني اكيد راح اخذ المصاري لانه اولادي مرضانين وبدي اجيب لهم دواء، فاكيد راح اختار المصاري يعني. لكن بشرفني اني اخذ القرآن، بس يعني ما بعرف اقرا الصراحة، بس بالسمع تسميع بس. ما بتعرف تقرا؟ لا. بتقدر تقرا بالتليفون؟ ولا حتى بالتليفون يعني، احيانا هيك بهجي. ما في مشكلة، ما في مشكلة. بدك قلت لي اولادك مرضانين؟ ايه اكيد بدك مصاري. طب اكيد راح اخذ مصاري. هي مكافأة مشكلة. ان شاء الله ممنون عنا. اكيد هذا الشيء. ممنون كثير. ويعطيك العافية. الثانية لا تطوف. ان شاء الله. لقيت اخر واحد من العمال؟ لا بس ضل شخص هو الناطور اللي تحت. الناطور حارس. ايه. بس هذاك ضل؟ بس هذا ضل. والعمال كله مشيناهم؟ كله اخذ مكافآت. اها، انا بعرف الناطور اللي درويش صح؟ كثير فقير هذا. طيب بعث لي تمام. زي تفسر يلا. تفضل يا ابني. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله ميرسي، ان شاء الله ما راح تتصلي. ليش لا تصلي؟ سريع سريع. حياتك ما طلبت مني. لا هلا طلبك ضروري يعني. ان شاء الله ميرسي، ان شاء الله ما يمصر بشغل، ان شاء الله ما حدا يزعل علي. لا ما في شيء، بس خليني اسمعني، انا بعرف انه انت وضعك تعبان
ما شاء الله حتى لبس ولا اكلت والله ما في حاجه كنت يا دوب على بلحق حق اكل وشرب للاولاد حلو انا هلا مخصص مكافآت للعمال ضليت انت اخر واحد المكافآت هي القران او المال انا متاكد انه انت بحاجه للمصاري اكثر من القران لانه بدك تشتري ثياب لحالك اول شيء تغير بوطك المشؤوم فانا متاكد انت رح تختار المال مو صح؟ صح صعب اشتري خفافين وصح صعب اخذ فروجي اطعميه للاولاد بس انا راح اختار القران لانه امي قالت لي كلمه من الله تسوى الذهب الدنيا كله وطعمه اطيب من العسل لهيك راح اخذ القران شو هالورقه اللي فيها هيكون نسيانه وانت جواته لا مو نسيانه لكن هدول الظروف أول ضعف منهم ضعف المبلغ اللي هون بست مرات ست أضعاف من هالمبلغ والظرف الثاني فيها وثيقة تملك فيها نص أملاكنا راح يكونوا كلهم باسمك ليش طب ليش هيك عملت؟ لأنه من يحسن الظن بالله لا يخيب رجاؤه مثل ما انت كانت نيتك صافية بالقرآن من الله رزقك رزق بحياتك ما كنت تحلم فيه لا الحمد لله لك يا الله الحمد لله تستاهل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا